السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الواحدة، أهلا بكم. والمستهل بالعناوين: التكفل بانشغالات الجالية وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية، الأمن المائي والمعلوماتي أولوية استراتيجية ومسألة سيادة وطنية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للرياضيين أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء. انطلاق أشغال الجمعية العامة التأسيسية للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة التحريرية عرفاناً لمجهوداتهم في نصرة القضية الوطنية، وترسيخاً للبعد التضامني بين الشعوب كمرجعية تاريخية لكفاحها ونضالها. تحسيناً وعصرنة للخدمات في قطاع الإنترنت، بلديات ولاية بيمون تستفيد من مشروع التغطية بشبكة الألياف البصرية عالية التدفق. ومع موسم الاصطياف، بحيرة لحناش على قمة جبل السطاح بولاية ميلا مقصد سياحي للعائلات بحثاً عن الراحة والاستمتاع. وبإليزي، أزيد من 200 طفل يتوجهون إلى شواطئ عين الترك بوهران لقضاء عطلتهم الصيفية. أهلا بكم إلى التفاصيل. والمستهل بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي تضمن جملة من التوجيهات والأوامر كالتكفل بانشغالات الجالية الوطنية وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية. وفيما يتعلق باستراتيجية استعمال مياه محطة تصفية المياه، أوامر بتحديد دقيق لنسبة المياه المسترجعة وتسجيل الاحتياجات لتطوير المكننة. قرارات هامة وتعليمات صارمة من قبل رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، والبداية بالجالية الوطنية بالخارج التي كانت دائما محل اهتمام السيد الرئيس، الذي أكد بالمناسبة إلى الدولة الأهمية القصوى للاستماع الدائم لانشغالات جاليتنا والتكفل بها من خلال القنوات الدبلوماسية وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية، خصوصا مع توفر شروط الانطلاق في تنمية اقتصادية واعدة، مثمنا أداء وزارة الخارجية لإبقاء على جسور التواصل وتعزيز صلة جاليتنا بالوطن. وبخصوص استراتيجية استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة، فكانت الأوامر من قبل السيد الرئيس بتحديد دقيق لنسبة المياه المسترجعة وفق عمليات التصفية وتحديد الاحتياجات وطنيا، مع تسجيل الاحتياجات لتطوير المكننة الخاصة بهذا القطاع ضمن برنامج الحكومة، وإعطاء الأولوية للولايات التي لا تعالج فيها المياه المستعملة لاستخدامها في المجال الفلاحي مباشرة بدل اللجوء للمياه الجوفية المصنفة في الاحتياط الاستراتيجي. السيد الرئيس، ومنطلق حرصه على تحسين الخدمات وعصرنة المرافق والإدارة العمومية، وبخصوص دور مؤسسات بريد الجزائر في دعم وتعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، فقد أسدى السيد الرئيس توجيهاته لتحسين مستوى الخدمات والعمل على تجاوز كل المشكلات التقنية المتعلقة بتدفق الإنترنت، والعمل على توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية 2024، مؤكدا على ضرورة إلاء الأهمية لمسألة الأمن المعلوماتي والتعاطي معها، على أنها مسألة سيادة وطنية يصونها أبناء الجزائر من الكفاءات والطاقات الوطنية. أما بشأن استحداث ملحقات لكليات الطب، فقد أكد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء أن توفير التأطير اللازم ضروري للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والالتحاق بملحقات كليات الطب وفق الضوابط والشروط المعتمدة في الكليات المركزية. والعناية التي توليها الدولة للرياضة والرياضيين تجلت أيضا في اجتماع مجلس الوزراء من خلال تعليمات السيد الرئيس لوزير الشباب والرياضة بتوفير كل الظروف وتسخير كل الإمكانيات اللازمة للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية 2024 لتبوؤ مكانة تليق بصورة وسمعة الجزائر في المحافل الدولية.
أشرف اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف على افتتاح الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري الإيطالي حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة بحضور الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين إلى جانب أعضاء وفدي البلدين. وفي كلمة له بالمناسبة أكد عطاف أن العلاقات الجزائرية الإيطالية تمر اليوم بأحسن أحوالها بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 61 لعيد الاستقلال التي تحمل شعار جزائر الانتصارات جزائر الإنجازات، انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الجمعية العامة التأسيسية للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة بمشاركة دولية واسعة من عدة دول شقيقة وصديقة بحضور مستشار رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد الجزائر. حيث أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد دربيغا في كلمة له بالمناسبة أن الجزائر لم ولن تنسى دعم وفضل أصدقاء ثورتنا المجيدة، وهو بمثابة اعتراف وعرفان لفضلهم. وبالمناسبة تم تنظيم معرض للتعريف بالشخصيات الأجنبية التي مدت يد العون للثورة وعرضت مجموعة كبيرة من الكتب الخاصة بالثورة التحريرية. المتعاقبة ستظل وفية لكل من ناصرها ووقف إلى جانبها في كفاح التحرير الوطني، كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي ما فتئ يعرب عن عرفانه وامتنانه لأصدقاء الثورة الجزائرية من مختلف الدول. إن من شيم الشعب الجزائري وقيمه السامية الإخلاص والوفاء لكل من سانده أو يقف إلى جانبه، لأن مثل تلك القيم هي جسر التواصل بين الأمم والضامن الأكيد لزرع المحبة والتعاون والرقي والسلام العالميين. وللمزيد من التفاصيل معنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات منال عبديش. منال، أهلا بك. الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة مبادرة لترسيخ القيم الإنسانية والتضامنية ومنبر للدفاع عن الشعوب المستضعفة، إضافة إلى هذا على ماذا سيرتكز دورها؟ شكرا لك زميلتي. إذن أهداف الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية الثورة التحريرية كثيرة ومتعددة، أهمها الحفاظ على الإرث التاريخي والنضالي لأصدقاء الثورة، وأيضا الحفاظ على الروابط المثينة بين الجزائر وأصدقائها. وزير المجاهدين في كلمته أكد أن هذه الجمعية هي استكمال لمسار هؤلاء الذين آمنوا بالقضية الجزائرية ودعموا الشعب الجزائري لتحقيق الاستقلال. أشغال تأسيس الجمعية لا تزال متواصلة، وفيها في الفترة المسائية انتخاب رئيس لها وانتخاب مكتبها التنفيذي. الأشغال متواصلة أقول، وتغطيتنا لها كذلك. سنوافيكم بالمزيد في مواعيدنا الإخبارية القادمة. وهو كذلك منال، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. وبمناسبة ذكرى 61 لعيد الاستقلال، نظمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوما دراسيا بعنوان جهود الأئمة والعلماء في استرجاع السيادة الوطنية. اللقاء شارك فيه أئمة وعلماء من مختلف ربوع الوطن. وفي غمرة الاحتفالات بعيدي الاستقلال والشباب، استفادت ولاية المدية من عدة مشاريع طاقوية، حيث تم ربط أكثر من 600 مسكن بشبكة الغاز والكهرباء. تفاصيل مع أسيا غريب. بلدية ولاد إبراهيم بدائرة العمرية بولاية المدية إحدى البلديات التي استفادت مستثمراتها الفلاحية من الربط بالكهرباء بعد طول انتظار. عندنا حوالي 4 سنوات احنا نعانيو من الكهرباء، من اليوم كي وصلت الكهرباء انا الحمد لله راح تسهل لنا في العمليه تاع السقو، في السقو بالتقطير، وهذه هذا عامل اساسي راح يزيد يحفزنا
وراح يزيد في الانتاج. تم ربط 237 في ولتن دياز والباقي في طور الانجاز. اما بما يخص المنطقه اللي رانا فيها هي هنا اللي هي بعاطه، بلديه بعاطه وبلديه العيساوة، تم ربط 4 فرق تم ربطهم بالغاز الطبيعي. بلديات اخرى معزوله كان لها نصيب من المشاريع الطاقويه على غرار بلديه سيدي نعمان، بوسكن وابن سليمان. واليوم الحمد لله على كل حاجه جات لنا الدوله ودات لنا الغاز، ورانا متهنيين والحمد لله، وان شاء الله ربي يسلم والله يبقى لنا نستر ان شاء الله. كنا الان غرجنا الكيمي وبنجيبوا القرعبه، كان الغاز ما كاش، التريسيتي ما كاش، البني ما كاش، دركا بنينا الحمد لله، لحقتنا التريسيتي، لحقنا الغاز، بكثر خير الدوله نتاعنا. تم ايصال الغاز الطبيعي الى اكثر من 600 بيت على مستوى البلديات، وبالتالي استثمار العمومي الذي جند من طرف مصالح الدولة على مستوى الولاية في خلال السنتين الأخيرتين تعدى 3702 مليار سنتيم، وبالتالي هذا الاستثمار العمومي سيمكننا يعني من ربط وتوغل الغاز على مستوى 63 بلدية. هي كلها مشاريع تنموية رصدت لها السلطات الولائية للمدية ميزانية ضخمة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة. وقطاع السكن بولاية غيريزان يعرف وتيرة متسارعة في أشغال إنجاز السكنات، والتي فاقت 90% في انتظار تسليمها تدريجيا على مستحقها. كاميليا حموم. هي الرتوشات الأخيرة قبل موعد تسليم مشاريع إنجاز السكنات العمومية الإيجارية بولاية غليزان. العملية تجري بوتيرة متسارعة لاستكمال الأشغال في الأجل المحددة. في 440 سكن تم اقتراح إدماج كل المرافق الضرورية والخدماتية. زمتنا في بمناسبة 5 جويلية هي توزيع كل السكنات المبرمجة، منها 846 اللي في طور التهيئة الخارجية على وش الانتهاء. نسجل حوالي 10015 وحدة موزعة على كل الصيغ، نذكر منها صيغة العمومي الإيجاري ما هو حوالي 2310 وحدة. المشاريع السكنية الخاصة بصيغة البيع بالإيجار بالولاية هي الأخرى تعرف تقدما في وتيرة الأشغال. دائرة جديوية استفادت من 300 وحدة بصيغة عدل، وهي في مرحلة متقدمة من الإنجاز، ينقصها التهيئة الأولية يعني في انتظار تعيين المؤسسة الإنجاز، يعني التهيئة الثلاثية جد متقدمة بنسبة 90%. الثلاثي الأول هذا 2023 تم توزيع أكثر من 4000 وحدة، لما إذا أضفنا لها السكن الريفي. نحن على المستوى المحلي كولات حريصون على أن لا يتم توزيع أي سكن أو أي عمارة بدون وجود ضروريات فيما يخص التهيئة كاملة. هذا وتحصي ولاية غليزان أزيد من 1000 وحدة سكنية نسبة تقدم الأشغال بها فاقت 50%، وأكثر من 800 وحدة سكنية عمومية إيجارية تم اختيار المقاولات وسيتم تنصيب الورشات قريبا. وفي إطار جهود عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، تعرف ولاية تميمون عملية ربط مختلف بلدياتها بشبكة الألياف البصرية. روبورتاج لأبو بكر جعدوط. تحسين جودة الخدمات وتغطية ولاية تيميمون بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي، نقلة نوعية لقطاع الاتصالات بربط مختلف الأحياء بخدمة الألياف البصرية. من ناحية السرعة، من ناحية الاخر تعاوننا وتعاون المستخدم. طلبك نحتاج كونيكسيون، قبل كانت عندنا معاناة مع انترنت وكما درك انا تبان لي هذيك زادوا هذاك، حنا ساعدتنا في البحوث. انتقال وتحول تكنولوجي رقمي لعصرنة الإدارة سيساهم في تحسين الخدمة العمومية. هذه التقنية ساعدتنا بزاف باش نربطوا العمليات المحاسبية نتاعنا. أصبحت الآن أمور يعني جد بسيطة، وعندنا اتصالات مع الإدارة المركزية
بتبليغ المعلومات وكذلك الإحصائيات. تقدم في أشغال الربط بالألياف البصرية وأجهزة متطورة عززت التغطية للمتعاملين بهذه الشبكات، بما أنها عندها عدة ميزات، منها تدفق العالي 300 ميجا بايت بار سيكوند والبعد المسافة، وهذا لابد من تطوير البنية التحتية. كمرحلة أولى بدينا بدائرة أوغلوت تم ربطها بتقنية FTTS 100%، كذلك قمنا بربط بلدية ولاد سعيد مقر الولاية، هي الأشغال تسير فيها إلى 50%، وسيتم يعني ربطها 100% خلال حتى نهاية السنة. كذلك استفادت بعض الإدارات مثل الخزينة العمومية وكذلك الإدارات مثل مديرية التربية من هذه التقنية الجديدة. العملية متواصلة لتغطية شاملة لباقي البلديات، ومجهودات مبذولة لخدمات نوعية ترتقي لتطلعات مواطني ولاية تميمون. بمقر وزارة الطاقة والمناجم تم اليوم تخرج الدفعة الأولى من الطلبة والإطارات الذين باشروا تكوينا نظريا وعلميا في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الطاقوي بإشراف وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فزياد حلب ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف التكوين إلى تأطير يد عاملة مؤهلة في مجال الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية والهيدروجين الأخضر. فإن تكوين أول مجموعة من الإطارات لهو مبادرة تستحق الإشادة، من حيث كونها تشكل انطلاقة واعدة من هذا المنظور، من شأنها أن تكون فرصة بالنسبة لكم للمساهمة في بناء البلاد وعصرنة اقتصادها ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم. مهمة جدا هذه الدفعة لبناء جزائر في الانتقال الطاقوي، بناء جزائر جديدة للطاقات المتجددة والجديدة، التي من خلال هذه الدفعة سوف نقوم ب تجسيد استراتيجية بلادنا للانتقال الطاقوي بهدف التقليل من مخاطر أشعة الشمس، لا سيما في هذه الأيام التي تشهد خلالها ولاية بشار ارتفاعا قياسيا لدرجة الحرارة. نظمت مديرية النشاط الاجتماعي عبر شوارع المدينة حملة تحسيسية تابعها لنا محمد بخدة. تزامنا والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة الذي تعرفه منطقة بشار، مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع الأطباء والجمعيات التي تعنى بشؤون المرضى نظمت عملية للتحسيس بضرورة أخذ الحيطة والحذر من ضربات الشمس. على بالك هاد الفترة تاع الحمام درجة الحرارة بزاف عالية، بالك ما تحسهاش، بصح الآثار تاعها راه واعر بزاف. خصك تحمي روحك، تحمي راسك من الشيء اللي عطاه مولانا. قال لك انسان هو طبيب نفسه، الشجر ما كانش، هذه المشكله، الشجر ما كانش. ها جيدو كان نعقلوا عليه، كان عمران شجر، واذا به تسمى راه الكارلاج. دوك انت تقعد في الكارلاج. طبعا هذه الحمله تاتي في اطار حمله وطنيه نظمتها وزاره التضامن الوطني والاسره وقضايا المراه، وتستهدف الأشخاص المسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكذلك النساء الحوامل والأطفال، من أجل تحسيسهم وتوعيتهم بمخاطر التعرض لأشعة الشمس. العملية تستهدف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال. الاحتياطات بشرب كثرة شرب الماء وتغطية الرأس بقبعة. يسبب مشكل كبير، خاصة بعد الأعراض تبان على الجسم، من بينها الجفاف، الصداع بعد تشنجات، الجسم يفقد الأملاح ويفقد الماء من الجسم. لهذا الإنسان خصو ياخذ احتياطاته، خاصة قلنا الفئتين أطفال وكبار السن ولأصحاب الأمراض المزمنة. النصائح التي أسديت للمواطنين تتمحور حول التقليل من الحركة في أوقات الذروة والمحافظة على شرب الماء.
وفي أحوال الطقس، أفاد ديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أنه يرتقب أن تشهد عدة ولايات من جنوب البلاد بداية من اليوم موجة حر مع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 50 درجة. النشرية التي صنفت في درجة يقظة برتقالي تخص ولايات تندوف، بني عباس، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وعين صالح، وتمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية يوم الأربعاء القادم على الأقل. دوليا، وفي فلسطين المحتلة استشهد فجر اليوم 8 فلسطينيين وأصيب 27 آخرون، 7 منهم في حالة خطيرة، واعتقل 20 آخرون إثر عملية عسكرية واسعة شنها الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها. هذا وأدانت كل من الرئاسة الفلسطينية والبرلمان العربي العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، معتبرين إياها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ضمن برنامج الألعاب الرياضية العربية، انطلقت أمس استثناء مباريات كرة القدم، حيث فاز منتخب السودان بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره اللبناني بملعب 19 ماي بعنابة، وبملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. انتهت مباراة المنتخب السعودي مع نظيره السوري بنتيجة هدف لمثله، بينما تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره من سلطنة عمان بنتيجة 0-0 بملعب 19 ماي بعنابة. كما تعادل المنتخب الفلسطيني أمام المنتخب الموريتاني بنتيجة هدف لهدف بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. إلى أجواء الاصطياف الآن، حيث استفاد أزيد من 200 طفل من مختلف بلديات ولاية إليزي من مخيمات صيفية لقضاء عطلتهم بشواطئ عين الترك بولاية وهران. إبراهيم بالخير. جاءوا من مختلف مناطقه وبلديات إليزي أزيد من 200 طفل ليتهيئونه لشد الرحال إلى شواطئ عين الترك بولاية وهران كدفعة أولى للأطفال المعنيين بالمخيمات الصيفية بشمال البلاد. أنا حين البحر ولاية وهران، ورانا في مطار إليزي، ورانا فرحانين ياسر ياسر. وانا نصف المخيم الصيفي والمهرم بشني انني البحر انني يعني نبدل الجو النوادر الطبيعيه شويه. اليوم سنذهب الى المخيم الصيفي في ولايه وهران فنحن فرحين. وهران كان المخيم الصيفي مكان من وهران، ان شاء الله نقل الاسلام، نقل الاسلام ان شاء الله ربي. اكتشفوا كل شيء ورايحين يعني يتعرفوا بناس واحدين اخرين ويتعرفوا بولاد واحدين اخرين، ماذا بينا يكون التعارف ويكون يعني نقولوا تحيه الجزائر وخلاص. وضمانا لاريحيه هؤلاء الاطفال، حرصت السلطات المحليه لولايه إليزي على نقلهم عبر رحلات جويه مباشره الى الولايات الساحليه بغرب الوطن. الرحله سوف منظمه من طرف وزاره الشباب والرياضه عن طريق الجو، وبالتالي سوف الولاد تاعنا ما يعانيوش في السفر كما السنوات الماضيه. نتمنى لهم اقامه طيبه والعقوبه لفوج الجيش. عطله صيفيه ان شاء الله نتمنى انها تكون سعيده بشواطئ وهران الباهيه اللي تمكن شباب الجنوب من قضاء ايام مريحه ان شاء الله على سواحل البحر في الشمال. نتمنى أنها تكون رحلة ممتعة. مخيمات صيفية ستضمن لأطفاله مناطق أقصى جنوب الوطن الترفيه والاكتشاف، إضافة إلى اكتساب صداقات جديدة بين أطفال الجزائر. والآن نرحل بكم مشاهدينا إلى أحد الروافد السياحية الوطنية، بحيرة الحناش على قمة جبل سطاح بولاية ميلا، لمسة طبيعية ظلت تحافظ على جمالها الخلاب الذي أصبح مطلبا للسياح الباحثين عن الراحة والاستمتاع. سعيد بالعز. هي صورة رسمتها الطبيعة وأبدعت فيها يد الإله، وبالمختصر هي غدير بحيرة أم الحناش التي تقع على قمة جبل السطاح التابع إقليميا لبلدية السدان حدادة ولاية ميلا.
فرغم وعورة الطريق المؤدية إلى المكان وصعوبة التضاريس، إلا أن بحيرة أم الحناش أصبحت مقصدا سياحيا لعشاق اكتشاف المناطق السياحية الغير مكتشفة. اليوم عبرنا باللي موسم الاصطياف هو كذلك التوافد إلى المواقع الطبيعية، المواقع السياحية، المواقع الاستجمامية والغابات. الموقع السياحي أم غدير الحناش اقترحناه نحن كمديرية السياحة والصناعة التقليدية كمسار سياحي. والأكثر من ذلك، بحيرة أم الحناش صارت قبلة للعائلات الباحثة عن الراحة والاستجمام، ممارسة هواية التخييم والرياضة الجبلية. جينا البارح العشية بتنا هنا وهذه المنطقة هذه اللاك النهر هذا وفيها وشتها، وثاني منطقة يعني تعج بالعائلات ومن هذا دونك فيها الأمان. بلاصة هذه كون ما شفناش فيها لا سيكيوريتي توتال والجانب الأمني مليح كون ما نجيوهاش، جيناها من صيف. هنا عندنا شاك ويكند نديبلاسي والبلاصة هكذا تكون وين نقدروا نديروا فيها ان كومبينغ اونتر رامي، نحبوا نسولاجيو من لافيل، نسولاجيو من ستريس تاع الخدمة. نقول اللي ما جاش البلاصه هذه ماذا به يزورها، لانها منطقه سياحيه مليحه، طبيعه فيها خلابه، الجو منعش لطيف، تستراح نفسيا. وهذو اوكرام تلامذه تاع ترمينال خلصوا نهار الخميس الباك تاعهم، دوكهم قاعدين يديفوا لي لهنا احسن بلاصه راهم يديفوا لي فيها لهنا. ولكون البحيرة ترتفع ب 1260 متر عن مستوى سطح البحر، جعل منها قبلة للباحثين عن استنشاق جرعة من أكسجين الطبيعة العذراء. هي ملتقى لثلاث ولايات، ولاية ميلا، ولاية جيجل، ولاية أسطيف. كذلك توجد بها أعلى قمة على مستوى ولاية ميلا هي 1626، وهي قمة تمزقيدة. تتواجد بها مساحة غابية حوالي 3000 هكتار. للعلم فإن ولاية ميلا تتميز بغطاء نباتي وغابي كثيف ومتنوع، وبإمكانها أن تشكل رافدا قويا من روافد السياحة الوطنية، لذا وجب خلق هياكل لهذا الفضاء السياحي الوطني الذي لا يقدر بثمن. والختام بأمجاد المسرح الجزائري أثناء الثورة المجيدة الذي جسد كفاحا مستميتا قوي الأداء محكم البناء، ترجم قصة شعب ثار وقاوم وانتصر. عبد الجبار بن يحيى. وما تبطاش إذا كان راهم يستناو فيك. عندك الحق، راهم يستناو فيك الوقت ويفوت. روح يا وليدي روح، الله يكون معك. هذا مشهد يحاكي الواقع، نضال فوق الخشبة ضد المستثمر الفرنسي الغاشم، مسرحية أبناء القصبة، واحدة من أوجه الكفاح الفني، كفاح أبناء البيت الواحد والوطن الواحد. أرض أبناء القصبة والخالدون هي أسماء وعناوين لعروض مسرحية كانت في الأساس جبهة نضالية تدافع عن أو تعطي الصورة القدسية للثورة التحريرية الجزائرية. في شهر مارس عام 1958 تم تأسيس الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطنية، وجه ثقافي يعرف بعدالة القضية الجزائرية وفق رؤية سياسية وفنية جمالية متشبعة بالوعي والنضال من أجل التحرر. الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني لعبت دور تاع دبلوماسية شعبية في موسكو، في بكين، في العراق، كل هاد البلدان، يوغوسلافيا إلى آخره، وين هاد النضال تاع الجزائر والشعب الجزائري كان يؤدى بلغة جميلة، بأداء جميل، بأداء مسرحي وغنائي، والكل شعوب عرفت القضية الجزائرية من خلال ما قدمه الفنان الجزائري والفنانة الجزائرية. كخيال الظل وعرائس الكرابوس، أسلحة متوحدة تدافع عن قضية لا تقبل أي تنازلات. المقولة تقول إذا أردت أن تعرف ثقافة بلد فزر مسارحها. كانت هناك ثقافة بلد في تلك في العروض التي تقدم من طرف الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. الخشبة حاضنة الثورة، رمز النضال والكفاح، فخر الوطن، وباشة التحرر، وفرحة الاستقلال. في الختام مشاهدينا إليكم تذكير بأهم ما جاء في النشرة.
التكفل بانشغالات الجالية وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية، الأمن المائي والمعلوماتي أولويات استراتيجية ومسألة سيادة وطنية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للرياضيين أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء. انطلاق أشغال الجمعية العامة التأسيسية للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة التحريرية عرفاناً لمجهوداتهم في نصرة القضية الوطنية وترسيخاً للبعد التضامني بين الشعوب كمرجعية تاريخية لكفاحها ونضالها. تابعنا أيضاً تحسيناً وعصرنة للخدمات في قطاع الإنترنت، بلديات ولاية ميمون تستفيد من مشروع التغطية بشبكة الألياف البصرية عالية التدفق. ومع موسم الاصطياف بحيرة الحناش على قمة جبل السطاح بولاية ميلا مقصد سياحي للعائلات بحثاً عن الراحة والاستمتاع. وبإليزي أزيد من 200 طفل يتوجهون إلى شواطئ عين الترك بوهران لقضاء عطلتهم الصيفية. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.